من جديد نلتقي، مرحبا بكم مرة أخرى، الجزء الخامس ومع حرف آخر من التقييمات الغذائية Nutritional Assessment. سنتحدث اليوم عن Dietary Evaluation Method Letter D من الـ ABCD تبعتنا، فهذه مقسومة على جزئين، محاضرتين بسيطات حتى أن نستطيع الربط بينهم وفهمهم بشكل أوضح. Dietary Evaluation، بعد ما قيمنا المقاسات وأخذنا الطول والوزن وعرفنا إيش اللي بدنا إياه وحللنا، عملنا التقييم المختبري وعملنا التقييم السريري، بيجي إيش التقييم الغذائي Dietary Evaluation، هو الرابع من السلسلة ABCD. دي هنا Dietary Evaluation Method. التقييم الغذائي طريقته هنا القياس التقييم هان في الاسسمنت دايتري اسسمنت فود انتيك كونسومشن كان بي ميشرد ات ذا بوبوليشن جروب اور انديفيدوال ليفل تو ايدنتيفاي بروبلمز اند اوبزرف انتيك. ممكن ان اقيس تناول واستهلاك الطعام وطريقه اكل المغذيات هي تناولها على مستوى سكاني مجموعات او افراد، وهو بينيك هنا انت في تخصصك كل الجروبات هاي والpopulation بشكل عام عند الدراسات، حتى اني احدد المشاكل اللي انا identify problems اللي انا بدي اعالجها، مشاكل الغذائية او التغذوية ومراقبة مدخول الغذاء observe intake of food على هذا الاشخاص او هذه المجموعات. different methods are suited to those different needs. في هناك طرق مختلفة مناسبة لكل هذه الاحتياجات المختلفة، فطريقة عمل الدراسة على الـ population غير عن طريقة عمل الدراسة أو الـ investigation على الـ individual على الشخص كحد ذاته. At the population level على مستوى المجموعات ecological studies food disappearance data national food consumption are often used. على مستوى السكان في الدراسات البيئية هنا والزراعية غالبا ما يتم استخدام البيانات ليش الغذاء اختفى food disappearance data بيانات اختفاء المنتج الغذائي او الغذاء او الاستهلاك الوطني، هنا هو اللي بيدلنا المعلومات عن الاستهلاك الوطني موجودة في بكون في البيورو اوف ستاتستكس المركز الوطني للاحصاء الفلسطيني موجود. For example, food balance sheet are constructed by FAO, Food Agriculture Organization, هذه مؤسسة دولية معروفة, from national accounts on the supply and use of food. على سبيل المثال هنا بتم إنشاء الموازنات أو الميزانات العمومية للغذاء أو الشيت العمومي لغذاء البلد من قبل منظمة الأغذية والزراعة اللي هي الدولية، هذه من الحسابات القومية لتوريد واستخدام الأغذية. يعني لما فلسطين بتشتري مثلا 100 طن قمح في السنة على سبيل المثال، يكون في احتياج للمئة طن هان من قبل الناس، وبناء عليه معروف كل 100 طن هدول مع تعداد السكان قديش بيخش على الفرد منهم، قديش بيتناول الفرد منهم، فبتتم الدراسة بناء على كده. عشان هيك الاحتياج الغذائي للبلدان والسكان بيتم من القوة الشرائية التغذوية أو للغذاء والاستيراد اللي بيصير من برا، وكل هذا بيتسجل في منظمة الفاو بتاخد بالها منه حتى انها تحدد المشاكل في حال لا سمح الله المجاعات، في حال اختفاء الغذاء من السوق، في حال الركود الاقتصادي، في حال الأزمات الصحية على سكيل واسع من الناس كما هو موجود في جنوب السودان والصومال والمناطق اللي فيها مشاكل تغذوية وفيها مشاكل في المحاصيل والإنتاج الزراعي. These data are crude. هاي البيانات اللي احنا بنحكي عنها ونحصل عليها في التقييمات بيانات خام crude. Their quality varies from country to country and they reflect waste and spoilage of food as well as actual consumption. وبالطبيعي هنا جودة هاي البيانات بتختلف من بلد إلى آخر، وممكن تعكس هاي البيانات فساد الأغذية، هدر الأغذية، هدر الطعام، فساد الطعام، والـ
الاستهلاك الفعلي، يعني مثلا 100 طن قمح من عنا اللي استيردناهم، قديش راح منهم ويست، قديش كبينا منهم، قديش أتلفنا منهم، قديش ما استخدمنا منهم، قديش أخذنا منهم فعليا. فهذا المثال. Some surveys rely on household purchases as a proxy of food consumption. بعض الاستطلاعات أو الدراسات تطلع بتعتمد على مشتريات الأسرة كبديل، يعني الإحصاء بصير أسري على حسب العائلة، ولكن هذا قد لا يأخذ في عين الاعتبار أحيانا may not take into account food eaten outside the house. هذا مشكلة، ممكن هذا الدراسة هاي اللي تعتمد على household purchase، البورتشيس هذا اللي بده يصير الشراء الأسري أو الأسرة إيش بتشتري في الشهر، المونة الشهرية للأسرة ما بتحتوي الأكل اللي تم أخذه برا البيت، يعني عزومة في بيت أخوك، في بيت أختك، في الجامعة، في المدرسة، في المطعم، برا في المناسبات، شايفين؟ فهذا ما بيعكس الاحتياج الفعلي للأسرة في المجتمع. Or food waste كمان اللي هو مين الطعام اللي تم نعم الطعام اللي المتباين ما بين أسرة وأسرة food household variation. ممكن أسرة تعتمد على شيء وأسر لا، يعني ذوات الدخل المحدود بيكون طعامهم محدد، وهنا الفود ويست اللي هي النفايات اللي احنا ممكن نرمي الطعام فيها والويست تبع الاكل اللي صار وعدم احتياجنا وكب الطعام بشكل يعني ملحوظ ك تباين في داخل الاسر. ايضا يعني المقصود هنا مثلا كل اسرة عندها احتياجات شهرية، فالاحتياجات الشهرية ده ما يزيد عن الاسرة يتم القاؤه في النفايات، وهذا بيختلف من بيت لبيت وأطباع الأسرة في الأكل والقوة الشرائية للأسرة في الأكل والحالة الاقتصادية والدخل المحدود للأسر بيعكس عكس الدخل الميسور لبعض الناس وهكذا. For individual based study للأشخاص، هنا الدراسة الغذائية للأشخاص أسهل شوية. الدراسات الفردية هان researchers must use more accurate methods of assessing dietary intake. يجب على الباحث هنا أو المتخصص في التغذية استخدام طريقة أكثر دقة حتى أقيم الأكل أو الغذاء على المستوى الفردي أو المدخول الغذائي على المستوى الشخصي للأشخاص. Nutritional intake of a human is assessed by 5 different methods. يتم تقييم المدخول الغذائي للأشخاص للبشر بخمس طرق مختلفة. ما هي هذه الخمس طرق التي ممكن أن نقيم فيها الحالة التغذوية لإنسان؟ أولا dietary history. Dietary history التاريخ الغذائي. تاريخ الغذائي. 24-hour dietary recall. التذكر على مدى 24 ساعة. شو هو الغذاء اللي أخده في 24 ساعة. Food Diary Technique تقنية إيش دايري. دايري اللي هي النوتة الغذائية، إنك تسجل اللي أنت بتاكله يوم بيوم. شوف وين Food Diary، هذا مش ديري يعني حليب، لا دايري. ممكن يكون معكوس الاي مع الاي عفوا. Food Frequency Questionnaire الاستبيان على كيفية تناول الطعام. استبيان الطعام. Observed Food Consumption استهلاك الغذاء اللي بيتم مراقبته أو مراقبة الغذاء المأخوذ بشكل دوري. في الهيستوري دايتري هيستوري ممكن انا ايش اخذ what do you eat on a typical day. سؤال هنا بسأل الشخص او المريض عندي ايش انت بتاكل في اليوم العادي. This is a good method in the hand of a skilled and patient interviewer. هذا طبعا طريقة
مميزة في إيد الأخصائي اللي أو اللي بيعمل evaluation للشخص. Food model, cups, plates and spoons are used to estimate portion size. يعني أنت هنا بتقول قطعة، لكن قطعة قديش حجمها؟ بقول لك قد كف الإيد، قديش كف الإيد؟ يعني معلقة، بدك تكون معلقة محدد، معلقة صغيرة مثلا، معلقة كبيرة. لما تقول صحن، صحن إيش؟ وسط صغير، لكن الوسط الصغير هدول لهم أحجام، لهم مقاسات كمان، فلازم تكون ماخذ معك أمثلتك. يعني صحن صغير ومعلقة صغيرة وشوكة صغيرة وهكذا، وتقول زي هاي قد هاي في هاي. فعشان هيك لازم يكون ايش في عندك، يا اما الرسومات يا اما البليت سايد. بعض الموضوعات هنا subjects are asked open-ended questions regarding the usual present or past dietary intake. هنا بيتم طرح موضوعات بشكل أسئلة مفتوحة بما يخص المدخول الغذائي المعتاد الحالي أو الماضي present or past، أسئلة مفتوحة. The interviewer اللي هو أنت الأخصائي التغذية هنا أو المقيم اللي بيجري المقابلة carefully require inquire about food consumption meal by meal. هنا مهمة هذه النقطة، اللي بده يجري المقابلة هان وبده يعمل تحقق من المريض بده يسأله عن استهلاك الطعام وجبة وجبة، يعني الفطور لحال يتذكر مع بعض، الغداء لحال والعشاء لحال وهكذا، وإذا في ما بين الوجبات. Seeking information about variation in intake and trying to establish the usual pattern of consumption. بيطلب معلومات حول الاختلافات اللي في مدخول الغذاء عليه، ويحاول تحديد النمط المعتاد للاستهلاك حتى إني أنا أقدر أحدد إيش الطبع الغذائي للشخص هذا وإيش قدرته على تناول الطعام، مفهومه في تقنين الوجبة الغذائية حتى أنا أقدر أرسم له نمط حياة غذائي جيد وقائي يعالج المشاكل ويحافظ على الصحة ولا يزيد الوزن ولا يضعف بنية الجسد وهكذا. المقابلات بشكل عام هنا في الدايت هيستوري في التاريخ الغذائي interviews of this type are time consuming. مشكلتها انها بتستغرق هاي وقت طويل، انت مستقل يعني ساعة من الزمن تجلسها مع الشخص تتحقق من 3 وجبات في اليوم، ايش اكلوا وكيف طبخوا وايش عملوا، قديش السايز، كم مرة راح الثلاجة في اليوم، كم مرة أخذ سناكس، من وين شراها، إيش حجمها، إيش محتوياتها. مشكلة طويلة. Often lasting for more than 1 hour. ممكن تأخذ أكثر من ساعة. But they can provide a considerable detail. ممكن إيش الساعة هذه تفيدك، يعني جلسة التقييم لا تقل عن ساعة، ولكن يمكن أن توفر تفاصيل كبيرة حول عادات الأكل لهذا الفرد. Eating habits including subtle aspects such as food preparations practices and seasonal variations in food choices. بما في ذلك الجوانب الدقيقة ما زي ممارسات إعداد الطعام. في ناس يعني ممكن الممارسات الغذائية وإعداد الطعام له دور كبير في مشكلة الأمراض. يعني ممكن أنت لو تقول له كيف طبخت الهمبرجر أقول لك أكلت ساندوتش همبرجر، أكلت ساندويتش برجر، أوكي كيف عملته، من وين شريته، كيف جبته، من السوق ولا من البيت؟ لا من البيت. طيب إيش المكونات؟ والله من البيت أنا سويته وعملته، قليته بزبدة، قليته بسمنة، قليته بسيرج، ما عملتش شيء فيه، حمرته تحمير. شوف كل طريقة بتختلف في المكونات وفي المحتوى. طيب الخبزة كانت خبزة عادية ولا خبز فينو، إذا فينو شلت اللب، قمح ولا أبيض، إذا خبز البيت قديش الحجم، قديش السماكة، إيش حطيت عليه، خيار، بندورة، بطاطا شيبس، طب البطاطا مبخرة ولا مقلية، طب الجبنة أنهي نوع، شو محتوى الدهون. فتفاصيل عشان سندويش برجر واحد ممكن تقعد نص ساعة وأنت تتحقق من مكونات وجبة معينة حتى أني أحدد ممارسات هذا الشخص وممارسات إعداد الطعام والتغيير اللي بده يصير، seasonal variations in food choices، والتغييرات الموسمية في اختيار هذا الشخص للطعام من صيف لشتاء، من ربيع لخريف وهكذا.
Dietary histories, unlike records or recalls, require subjects to make judgments about their usual food habits. التواريخ الغذائية والتاريخ الغذائي هنا الهيستوري هذا على عكس السجلات أو عملية الاسترجاع الريكول اللي احنا بنحكيه، ممكن الأشخاص إنه يصدر حكم على نفسه حول عادته التغذوية المعتادة، يعني فورا أنت تقول له وهو بيتناقش معك هذه صح هذه غلط وتعرفوا المشكلة وين. Thus the answer may reflect what the subject think they ate or what they would like the interviewer to think they ate rather than what is actually eaten. وبالتالي ممكن الإجابات بتعكس ما يعتقد الأشخاص إن هم بيأكلوه أو يودون أن يعتقد الانترفيور اللي هو انت متخصص التغذية انه بياكله بدلا من ما يتم تناوله بالفعل. فهذه دير بالك منها، الفيروس هاي مهمة جدا يا بنات، تاخد وانت بتعمل النقاش مع الشخص تكون حاضر الذهن واقعي عارف ايش الاسئلة، لك خبرة في تحضير الوجبات. هذه مشكلة هاي في الصبايا والبنات اللي ما بيعرفوا طبخوا او ما بيعرفوا تكوين الوجبة الغذائية، صعب يسألوا مكوناتها ما دالك انت ما بتعرف مكوناتها، فبدك تكون طباخ حتى تعرف مكونات الاكل بالشكل العام كده، يعني لازم تعرف من ايش بتركب ساندوش البرجر مثلا، من ايش بتركب صينية مثلا معكرونة بشاميل، من ايش بتتكون الطبخة الفلانية كذا وكذا، عشان انت تقدر تحدد القيم الغذائية وين المشكلة وين مفصل الخطر. 24 hours dietary recall الاسترجاع ل 24 ساعة في الوجبات الغذائية والتذكر، هذه الطريقة اللي هو احنا نسميها ريكول 24 ساعة، يعني تحط الشخص معك النوتة، طبعا هنشوف هنشوف النوتس كيف بصير تسجيلها. هنا في ال 24 ساعة تقعد تستفسر منه في ال 24 ساعة ايش اكل. Tell me everything you have had to eat and drink in the last 24 hours. هو هذا السؤال، اعطيني ايش اللي انت اكلته وشربته في خلال ال 24 ساعة الماضية. This is less subject to wishful thinking about what the person ought to have eaten. هذا موضوع أقل أهمية عند بعض الناس، ممكن يأكل ما يتذكر، ولكن في التفكير سهل. ليش؟ لأنه ممكن يتذكر لأنه ما لحق ينسى لسه. The weakness is that yesterday may have been a typical. ممكن امبارح في طبعا ال 24 ساعة مش الحالية، أنت تقول له 24 ساعة يعني امبارح، يعني اعطيني امبارح ال 24 ساعة شكلت، ممكن يكون typical. typical يعني من اكل البيت. A typical عادي 24 hour recall can however be repeated. ممكن انه ينعاد. ليش؟ لانه متعود الانسان على نمط معين، مثلا كل يوم الصبح بيفطر مثلا كوباية حليب وكورن فليكس، هذا غذائه اليومي بالنسبة للفطور، يعني هذا عشان هيك بنقول احنا A typical يعني ما بينوعش. ايوه هذه مشكلة لازم الانتباه إلها. إذا بنوع موضوع تاني، إذا ما بنوع في إيش؟ ستاندرد مثلا بياخد كسرة خبز قمح مع مش عارف إيش، معلقة بصل إيش، وهكذا. بدك تشوف أنت الهابت تبعته، هنا في إلها سكور. Subjects are asked to list the food they consume during a certain period of time usually the preceding 24 hour. هذه الطريقة ممكن يطلب من الأشخاص أنه يكتب يحط قائمة بالأطعمة اللي أخذها خلال فترة زمنية محددة certain period of time، يعني اديني الفترة مثلا من الساعة 12 للساعة 6 إيش أكلت، أو من مثلا الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالظهر وهكذا، يعني فترة الصباح إيش أكلت، فترة العصر إيش أكلت، فترة المساء إيش أكلت مثلا. هاي الطريقة relatively quick and simple، بسيطة وسريعة، نسبيا لا تتطلب منك أي مجهود and does not
require researcher to have a prior knowledge of the subject's food habits. ريكول هذا ال 24 ساعة ممكن أنا إيش الاستجواب تبعي شوية فنيات وتدريب بسيط هيك، ولكن ما فيش يكون يعني ما بلزمش من الباحث إنه معرفة مسبقة بالعادات الغذائية للأشخاص، يعني مش مطلوب منك تعرف عادته الغذائية، مطلوب منك إنك تعرف مكونات الغذاء اللي أكله في ال 24 ساعة. ال 24 ساعة دول ممكن يكون كمان في عندنا مشكلة اللي هو under reporting. under reporting هنا of food intake may be a problem. مشكلة هنا في under reporting، كيف يعني؟ يعني ما يذكرش كل إشي هذا الشخص under reporting، ما يذكر كل شيء، يعني ما يفسر الكاش كل شيء أكله، ما يعطي كاش بالضبط، يعني حرفيا يعطيك إجماليا. Increasing evidence indicates that many people systematically underreport their total food intake, and that is a tendency of stronger in some segments of the population, especially overweight people than others. يعني مثلا الدلائل هنا، شوفوا هنا الخطورة، هنا اشرح لكم اياها كويس. هنا بتدل لك الشغلة هذه اللي under reporting، اللي هي عدم الابلاغ عن كل شيء وعدم الافصاح عن كل المشاكل اللي او عفوا اللي الكميات الغذائية اللي اخذها الشخص، ما بيبلغوا بشكل منهجي وبشكل منظم سيستماتيكلي. يعني ممكن يجيب لك شغله من الصبح ويوديك على الظهر، والظهر يوديك على العشاء، وهكذا، فيعمل بينج بونج معك بالنسبه للريكول هذا. فهذا الاتجاه اقوى في بعض شرائح السكان، اخص الناس اللي عندهم وزن زياده مقارنه بغيرهم. ليش؟ لانه اللي عنده سمنه واللي عنده وزن زياده مش ممكن يكذب، ممكن يخبي، ممكن ما يعطيكاش بالضبط ايش اللي اخده، طبعا خجلا، مش هو انه ناوي يأذي نفسه، لا طبعا هنا صراحتك معاه، وزي ما بيقولوها النفس أمارة بالسوء، يعني هو اكل نتوش راح شرى بعد الغداء مش عارف ايش، يعني ايش حله، ممكن ما يقول كاش السايز، ممكن يقول لك اكلت قطعه وصغيره، لكن صغيره قديش ما يقول كاش صغيره قديش، او ما يقول كاش الحجم بالضبط، او ما يقول كاش الزمن الساعه بالضبط. يعني انت مثلا تعرف انه في ممنوع يتاخذ اشي بعد اشي فورا، ممكن يقول لك لا انا ما اخذتش بعد فورا، يعني بعد شويه، ما هي شويه هذه لها قياس. فبدك تكون في الاسئله حذر، وتسجل طبعا انت كل اشي بيكتبه او تسأله، بيكتبه المريض بنفسه او انت بتكتبه، بتكتبيه انت على اساس انه ايش يصير في تحليل بعد هيك. Dietary records are best suited to obtain information on present diet rather than the diet in distant past when lapses of memory could be a problem. في مشكلة ثالثة هنا او تاني او مشكلة اخرى، عمليات تذكر النظام الغذائي في ال 24 ساعة طبعا هي الانسب وبلا بلا بلا معروفة، طيب ماشي، ولكن النسيان ممكن يكون مشكلة. عشان هيك انا باخد ال 24 ساعة اللي فاتت present diet، ممكن انا يعني ها نتذكر يومين، لكن اقول له انت ايش اكلت يوم الجمعة قبل شهر ولا لما اجى مش عارف مين، اذا مناسبة سهل انه يتذكر الانسان، لكن في النورمال روتين تبع كل يوم صعب الانسان يتذكر بشكل متسلسل ودقيق جميع الوجبات الغذائية اللي اخذها في ال 24 ساعة. كمان في مشكلة عندنا هنا في ال 24 ساعة، انه عم نحكي عن مشاكل اليوم. Single 24 hour recall is not adequate. ممكن يكون غير كافي، غير كافي لأي قياس في على المستوى الشخصي، يعني استرجاع الفردي هذا ممكن طبعا لمدة اليوم ال 24 ساعة تاعت امبارح
ممكن يكون ايش غير كافي لقياس خلينا نقول الطريقة اللي بياخذ فيها هذا الشخص الغذاء بشكل روتيني يومي، يعني امبارح مش زي اول امبارح، اول امبارح مش زي اليوم اللي قبل. عشان هيك as only one 24 hours period، يعني فترة 24 ساعة واحدة فقط، يعني لو غبت عنه مثلا اليوم انا اجيته وقلت له اديني ايش امبارح كان، بعد 4 5 ايام رجعت وقلت له اديني اللي هو اليوم اللي بعده، يعني بيكون بعد بكرة من اليوم الاول اللي انت اجيت فيه، فصعب ممكن يتذكر الانسان هاي. وهذه بتكونش الطريقة الصحيحة لتقييم الغذاء للفرد او الطريقة الصحية لأخذ المعلومة. الكثير من الاختلافات هنا too much variations on daily basis، ممكن يصير من الاختلاف على أساس يومي بشكل كبير في الدايت اللي أخذ، لأنه ما في حدا بياخد الأكل تبعه كل يوم نفس الشيء لمدة أسبوع كامل، يستحيل. ففي تنويع. عشان هيك so the multiple recalls must be used for one individuals to get better picture، عشان أنا أشوف الصورة بشكل عام فلازم التذكر هذا ال 24 ساعة تتسجل في نوتة كل يوم. يعني مثلا أنا معني في علاج مريض لمدة أسبوع، ففي خلال الأسبوع هذا صعب إني أنا أجي كل يوم، فبطلب منه يسجل الريكورد تبعه كل 24 ساعة في نوتة إيش أخذ بالضبط في نظام نمط عادي، يعني إيش أكل كل يوم في ال 24 ساعة. Repeated visits make this method more costly، عشان انا اروح واجي، الزيارات هاي المتكررة بترتفع تكلفتها، يعني انت قديش تاخد من الوقت وقديش مواصلات قديش ازعاج، قديش في ناس ممكن ما تتقبلها انك كل يوم تزوره او هو كل يوم يجيك على العيادة. So it is possible to conduct the recall by telephone where appropriate، ممكن by telephone او عبر الوسائل الاتصال الاخرى، مثلا يكون لك صفحة، لك برنامج على الصفحة، لك لينك رابط الناس تتراسل معك وتتواصل معك على الدايت ريكول هذا بشكل طبعا محترم، بشكل خصوصي وسري وبشكل إيجابي أكثر من الزيارة الفردية، لأنه إحراج مثلا من باب الإحراج ممكن عن بعد هذا الكلام يصير. هاي مثال مثلا لـ example of 24 hours recall، يعني مثلا هاي الأسئلة: what time did you get up yesterday؟ أي ساعة أنت صحيت الصبح؟ ما هو حيحدد وجبة الفطور، يعني حتشوف السلوك أنت اليومي في الـ 24 ساعة. what did you eat for the first time yesterday؟ قديش أنت أكلت؟ إيش أنت أكلت أول شيء أنت عملته؟ إيش أكلته الصبح؟ how much؟ قديش؟ when was the next time you ate؟ وقتش المرة الثانية لما أكلت بعد قديش من الفطور؟ يعني أنت أكلت صحيت الساعة 8، أكلت الساعة 10، وقتش أكلت بعدها مثلا الساعة 2؟ How much did you eat؟ What did you eat؟ برضو نفس الأسئلة، إيش أكلت وقديش؟ هنا مثلا سؤال رقم 4: When did you eat next؟ وقتش أكلت بعدها كمان، يعني بعد السناك تبع الفطور بين الوجبات وقتش اتغديت، شو أكلت وقديش؟ Did you eat or drink anything else between meal time؟ هل أنت أكلت إشي بين الوجبتين أو شربت إشي بين الوجبتين هدول مثلا الفطور وغدا؟ إيش أكلت بينهم؟ غدا وعشاء إيش أكلت بينهم؟ مثلا نمرة 6: Did you add any condiments؟ butter salad dressing sugar، ممكن انت هل انت اضفت على وجبتك حلويات واضفت على وجبتك سناكس مثلا مقبلات، ممكن يكون زبدة سلطة سكر اي اشي، شو الاضافات اللي انت بتضيفها على الوجبة؟ was this day's intake different from usual، هل كان اكلك اليوم مختلف عن باقي الأيام ولا زي بعض؟ آخر سؤال ممكن تسأله كمثال، يعني was this a weekday or weekend day؟ بيختلفوا يا جماعة هان في عاداتنا الغذائية العربية، لمة الجمعة عند الناس يوم بيجتمع فيه العائلة ونطبخ زي ما بيقولوا الأكلة المحرزة، لكن بقية الأيام ممكن تأكل من أكل البيت،
ويوم ممكن تعمل أي حاجة وتاكلها. فعشان هيك أنت بتسأل هل الويك دي هذا يوم الأسبوع هذا يوم عادي كان، ولا زي بقية أيام الأسبوع العادية هدول زي الويك إند زي آخر الأسبوع، لأنه آخر الأسبوع الناس ممكن تطلع تاكل برا أو تعمل احتفالات أو تروح برا على البحر أو تعزم عزايم أو يكون فيها أكثر مدخول غذائي على الشخص من الأيام العادية الأخرى. مميزات وعيوب. المميزات أو المزايا: subjects require no training. الإنسان لما بدك تجيبه وتسأله إيش عمل وإيش سوى زي ما إحنا حكينا مش محتاج لتدريب. And need only spend minimal efforts to provide the information requested by the interviewer. ممكن هو بس جهد بسيط جدا ضئيل في توفير المعلومات اللي بيطولها اللي بتطلبها انت منه. Processing data from a 24-hour recall is cheaper and less time consuming than processing data from 3 to 7 days dietary records. معالجة البيانات والتحقق من البيانات ل 24 ساعة في الريكول هذا أرخص وأسهل وأقل استهلاك للوقت من إن أنا أروح لمعالجة بيانات لمدة أسبوع مثلا 3 أيام لسبعة أيام لنفس الشخص، ما بالك لما أنت تكون بتعالج 3 أو 4 أشخاص في يوم واحد وكل واحد جايب لك إيش الداتا تبعته، فمكلف وصعب. فالريكول تبع 24 ساعة أرخص وأسهل وأشمل. Use full for assessing average usual intakes of large population and care therefore and are therefore often used for large dietary surveys. مفيد في تقييم متوسط المدخول الغذائي المعتاد لعدد كبير من السكان، وغالبا ما يستخدم في هذه الطريقة في المساحات الغذائية الكبيرة. يعني لو بدي استخدم 24 hour recall هاي، لو زرت انا مثلا من كل عمارة فيها 10 بيوت زرت 2 أو 3، ممكن أخذ الأفريج أكون صورة عن إيش الناس ممكن تأكل، ومن بلد لبلد بيختلف ومن دراسة لدراسة بتختلف وهكذا. فبتكون أنت صورة عن دراستك في المحيط الغذائي اللي بيحيط الإنسان وطبائعه الغذائية، وهيك أنت بتطلع في مخرج بتقول الناس في منطقة كذا بتحب الأكل المنظم المحتوي على العناصر الغذائية اللي بتشمل كذا وكذا وكذا وكذا، كنتيجة لدراسة الحالة اللي انت معتمدها. Disadvantage العيوب: ممكن انا ما يتوفرش معي single 24 hours cannot take account of day to day variation in individuals food consumption. ممكن ما يتوفر معايا انه المعلومة المبسطة او المعلومة السهلة في ال 24 ساعة هاي في اعتبار التباين اليومي في استهلاك الاكل للافراد، يعني من شخص لشخص طبعا تختلف، ومن صعب day to day variation ومن يوم ليوم بيختلف، عشان هيك فيش اشي ثابت وهذه عيوب. Due to its retrospective nature the 24 hour recall is less suitable for use with children and elderly. ممكن هنا نظرا لطبيعته انه بدك تجيب المعلومة بأثر رجعي، يعني امبارح تتذكر او اول امبارح الكبيرها، فالاسترجاع هذا ال 24 ساعة اقل ملائمة للاستخدام مع الاطفال، لانه الطفل ممكن ينسى، وكبار السن عشان الزهايمر موضوع انه تقدم العمر ممكن ما يركزش، او يكون هو من الناس اللي في ناس اخرين بيخدموه له تحضير وجبته، وما يكونش بيعرف كيف الوجبة بتتكون، ممكن يعرف ايش الوجبة بتتسمى. والطفل كذلك يقول لك انا اكلت بيتزا لكن كيف انعملت البيتزا ما بعرف. The effectiveness of dietary assessment by diet history is very dependent on the skill of the interviewer. فعالية التقييم طبعا بتعتمد وحسب هنا مع الهيستوري اللي انت بتاخده على مهارة الاخصائي، قديش في عندك مهارة، قديش في سكيلز. السكيل باللون الاحمر انا حطتها مخصوص حتى انه ايش طريقة المناقشة، ادب المناقشة، كيف انت تسحب السؤال، كيف تقرأ لغة الجسد،
كيف أنت تعرف إنه الشخص اللي أمامك بيحاول يشرد منك في السؤال حتى ما يخجلش أو يقول كذا أو يخبي معلومات، في معلومات ناقصة؟ بدها خبرة، بدها سكيلز. It's a labor intensive and time consuming. طبعا السكيلز هاي النقطة هاي من العيوب، يعني إنه مش كل واحد عنده المعلومة هاي سكيلز، يعني عشان هيك بدها إيش؟ خبرة. فلهيك تعتبر disadvantage شوية. It's a labor intensive and time consuming and relies on the memory of the subject. فطبعا هنا بتعتمد هنا في إجراء المقابلات هاي أو التقييم بدها وقت، تستغرق وقت طويل، تعتمد على الذاكرة، والذاكرة هنا موضوع خطير. أحيانا في بعض التسجيلات أو في بعض الأشياء اللي بناخدها من المريض بتكون ذات غير مصداقية، يعني انت بتكتشف من بين السطور انه مش كل شيء انحكى هنا او مش كل اشي صح. The understructure and nature of the inquiry renders it more useful in clinical setting than research. الطبيعة الغير منظمة للاستفسار والعشوائية تحت الاستفسار. طبعا انت لا يمكن تتذكر نوع الأسئلة اللي انت سألتها مع كل انسان بتقابله، لأنه يعني ممكن يكون كل انسان له أسئلته الخاصة فيه، طريقة الاستجابة معاه تكون مختلفة من شخص لشخص. عشان هيك بتجعل الفائدة هنا بتعود it's more useful in clinical setting، في البيئة السريرية بتفيد أكتر من البحث. ليش؟ لأنه الأسئلة في الكلينيكال سيتنج، في اللي أخذناها قبل شوية وحكيناها في المحاضرة السابقة عن السريرية، التقييم السريري بيكون أدق الأسئلة فيه. ليش؟ لأنها محددة، الأخصائي بيسأل نفس الأسئلة، لكن التغذوي اللي هم أنتو بده يتعود على السكيلز والمهارات اللي احنا حكيناها هنا، إنه يكون في عنده مهارة في الإلقاء أو السؤال. فعشان هيك هنا هذه فايس تعتبر من الديسادفانتج، إنه الأسئلة الغير منظمة للاستفسار بتجعل أكثر فائدة في البيانات السريرية منها في البحث العلمي. شكرا لكم على حسن الاستماع، أرجو متابعة القناة بشكل مستمر لكل ما هو جديد. دكتور عطا محمد القيسي، تحياتي لكم وألقاكم في محاضرة أخرى إن شاء الله.